علاش انت كل شميت بحالو؟ علاش عيبك الله؟ علاش؟ علاش عيبك الله؟ والآن نعطي الكلمة للدكتور عبد اللطيف الرقادي أخصائي في الطب النفسي، فليتفضل. مشكور. دارت واحد الدراسه على هاد السن ديالكم نتوما بالضبط، ومدى تاثير المخدرات على الدماغ وعن 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 الذاكره، وتثبت بشكل ملحوظ بانه الدماغ عندنا واحد لا كونسيبسيون كتسمى لا نوروبلاستيسيتي، بمعنى انه الدماغ ما كيكونش التكوين ديالو نهائي. دراسه حديثه نسبيا لانه شي عامين او تسنين هذه باش تشغلت، وكانت بينات هاد التاثيرات سميتو بشكل كبير. من خطير فسميتو في المخدرات هو ما يسمى بالتبعيه، يعني لا ديبوندونس، لانه بحال دابا غادي كنبدا بجوان كدوز واحد المشكل. شكر موصول الدكتور الرقادي على هذا العرض القيم اللي عطانا واحد النظره اللي في الحقيقة تتعكس الواقع بحكم الممارسة المدنية ديال الدكتور، وبحكم تواجده بمنطقة الدكالة منذ زمن قديم، فهو تعرف السلوكات والعواقب والأثر على الأسرة. والمسرحية هي مسرحية شخصت واحد المقطع من الحياة، أما الواقع فهو أسوأ بكثير. احنا عارفين التدخين مضر بالصحة وجميع المخدرات، ولكن علاش احنا عندنا داكشي في المغرب كامل؟ داكشي موجود. حنا عندنا دابا بحال مؤامرات بحال الحشيش، كندويو على شي حاجه خاصها ما تبقاش، خاصها تحارب. حنا كيبيعوا علينا في الساكه، كتجي على الساكه كتقول عندك ورقه كيعطيها، علاش غادير بها؟ غاتصيفط فيها المراه، لا غاتصيفط فيها الحشيش. تبلسم للاسره والشباب هي جمعيه حقوقيه تطوعيه تهتم بالاسره وتهتم بالشباب. اذا فالدور ديالنا اننا كندافعوا على حقوق المراه، كنحاولوا نحلوا المشاكل بلا ما نوصلوا للمحكمه، يعني المحكمه كتبقى هي اخر مطاف كنمشيو ليه. انا كرئيسه لخليه الشباب بهذه الجمعيه كندافع على الشباب ضحايا الاغتصاب، ضحايا الطلاق. يعني كيجيونا حالات اللي اما تيكونوا مثلا متشردين ما عندهم لا اسم لا نسب، بحال اخر ملف جا عندنا اللي دفعناه للمحكمه هو واحد ديال واحد الطفل مصطفى اللي ما كان عنده لا اسم لا نسب، فقط اسمه مصطفى، ما تيعرف لا تاريخ الجديات ديالو لا والو. امي يعني حاولنا مع المراه اللي كانت متكفلاه باش تفهم معنا يعني باسم الجمعيه، ولكن في الاخير ما بغاش تفهم معنا، وفي الاخير دفعنا الملف ديالو للمحكمه، وقفنا معاه، مشينا مع المحكمه، دخلنا لعند النائبه ديال الوكيل الملك، مشينا دخلنا لولايه الامن، والحمد لله ضرب النجاح. اذا فكنا هاد يعني الاعضاء ديال هاد الجمعيه يعني متطوعات، يعني متطوعات، ما عندنا شي دعم ولا شي حاجه، يعني احنا متطوعات من عندنا. والهدف ديالنا ايضا باسمي انني رئيسه خليه الشباب تنقوم بانشطه لفئه الشباب اللي هما عماد المجتمع، ومنهم هذا النشاط اللي قمنا به اللي هو نشاط تحسيسي حول المخدرات في المدارس. اذا علاش؟ لان تنشوفوا ان هذه الافه انتشرت بكثره في المؤسسات، داخل المؤسسات وخارج المؤسسات التعليميه، ولهذا حنا كنديروا كميساج كنوصلوه للتلاميذ باش يتنبهوا باش نبهوا من خطوره هذه الافه. ويعني العلاج غيكون بيديهم، احنا فقط كنبهم ان مخاطر كثيره، لان ولا كنشوفوا الهدر المدرسي، كنصيبوا الاغتصاب، كنصيبوا القتل، انتحار لدى فئه الشباب، يعني كنصيبوا مشاكل كثيره.
فهذا هو الهدف من هذا الميساج اللي كنرسلوه حنايا من هذا النشاط او هذه الانشطه التربويه اللي كنبدينا كنقوموا بها في المؤسسه التعليميه، وبدينا ان شاء الله بمؤسسه ابيب شعيب الدكالي، هي اول مؤسسه بدينا بها بهذا النشاط، ونتمنوا ان شاء الله باش نديروا لقاءات تربويه في مؤسسات مقبله ان شاء الله. وشكرا لكم. كان جروب ديال الدراري، واحد الولد ما كانش كيبغي يتمي، حاولوا حاصروه بجميع الطرق، تطاح في الفخ.